ما زلنا مع هذه السلسلة المباركة من دروس الفقه، والتي تتعلق بباب الصلاة. افتتحناها منذ أسبوعين وشرعنا في الحديث عن الصلاة أيها السادة. ومما تناولنا في الحصة الفارقة للتذكير وبعجالة، تناولنا الصلوات فرائض وسنن، وبينا أن الصلوات فيها الفرائض وفيها السنن، سنن مؤكدة وسنن راتبة ونوافل وتطوع. ورأينا كذلك وتناولنا أوقات الصلوات، وبينا أن لكل صلاة وقت مخصوص، لا يجوز أو لا تجوز أو لا تصح الصلاة إلا في وقتها، ولا تجوز قبل دخول الوقت. وأن الصلاة لها وقتان، وقت اختياري ووقت ضروري. ثم بعد ذلك تناولنا الصلوات الخمس الفرائض، الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح، فبينا فضلها وقيمتها ومكانتها، وبينا ما يتعلق بها من بعض الأحكام بصفة عامة. ثم بعد ذلك تناولنا أمور تتعلق بالصلاة، ومن ذلك الحث على المبادرة للصلاة في أول الوقت، فهذا مطلوب، وإن كان للصلاة وقت اختياري، ولكن محبب أن نبادر إلى الصلاة في أول الوقت، كما بينا بما يدرك الوقت، سواء الوقت الاختياري أو الوقت الضروري. وقلنا أنك تدرك الوقت الاختياري أو الوقت الضروري بأداء ركعة كاملة بسجدتيها، تكون بذلك قد صليت في الوقت الاختياري أو في الوقت الضروري إن كانت هناك ضرورة. وتناولنا أيها السادة الأوقات التي ينهى عن الصلاة فيها. هناك أوقات ينهى عن الصلاة فيها، ولما نقول ينهى عن الصلاة المقصود بها صلاة النوافل، السنن، التطوع، لا الفرائض. الفرائض الخمس لا وقت نهي لها، لا وقت كراهة ولا وقت حرمة. فأوقات النهي ما يتعلق بالنوافل، بالتطوع، بالسنن. فهناك أوقات تحرم فيها النافلة، وأوقات تكره فيها النافلة، وقد بينا هذه الأوقات ولا يمكن أن أعود إليها لأن الوقت لا يسمح. أوقات التحريم أو الحرمة، وأوقات الكراهة. ورأينا ومما رأينا كذلك النوافل المستثنية من هذه الأوقات المنهي عليها في الصلاة، أوقات الكراهة. هناك نوافل منهي يعني مستثنية، أي ليس مكروها أن تصليها في وقت الكراهة، وهي ركعتا الفجر، الورد من الصلاة من ورد الليل إذا لم تستفق إلا بعد أذان الفجر. ونعرف بعد أذان الفجر نافلة مكروهة، يجوز لك أن تؤدي وردك لأنك تعودت أن تؤدي هذا الورد. كذلك صلاة الوتر، ركعتي الشفع وركعة الوتر، إذا لم تصليهما قبل الأذان وأنت متعود أن تصليهما مع يعني الورد، فلك أن تصليهما بعد الأذان وليس في ذلك كراهة. وقد توقف بناء جواب المقال عند المبحث التالي، وهو الأماكن التي تكره فيها الصلاة. فهناك أيها السادة أماكن تكره فيها الصلاة، تكون الصلاة مكروهة. هذه الأوقات التي تكره فيها الصلاة نحاول أن نتعرض إليها حتى نؤدي صلاتنا في أحسن الأوقات وأفضل الأوقات وفي أفضل الأماكن وأحسن الأماكن وأطهر الأماكن. أنتم تعلمون جميعا أنه من شروط صحة الصلاة نظافة البدن ونظافة الثوب ونظافة المكان، فلا بد أن نصلي في مكان نظيف. إذن تكره الصلاة ومكروه أن نؤدي الصلاة في الأماكن التالية. أولا الصلاة في الكنيسة، سواء كانت هذه الكنيسة مستعملة في عبادة اليهود أو النصارى أو غير مستعملة حتى متروكة، فتكره فيها الصلاة. لماذا؟ لما فيها أولا من النجاسات، هي ليست كبيوت الله، ليست كالجوامع والمساجد، فيها من النجاسات. كذلك فيها من الصور والتماثيل والنحوت والنقوش
ما لا يجوز معه أداء الصلاة. ولذلك لهذه الأسباب تكره الصلاة في الكنيسة. وكذلك لا ينبغي للمسلم أن ينزل بالكنيسة ولا أن يبيت فيها، فهذا مكروه، إلا إذا كانت هناك ضرورة، لضرورته في بلد الغربة ولم يجد مكانا فاضطر لذلك لوقت معلوم محدود، فذلك يجوز، الضرورات تبيح المحظورات. وذلك لقول عمر رضي الله عنه لما قدم الشام وقد دعاه أحد النصارى إلى الكنيسة، فقال سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه: إنا، أي نحن المسلمون، إنا لا ندخل كنائسكم من أجل التماثيل والصور التي فيها. بين سيدنا عمر العلة، السبب اللي يمنعنا من دخول الكنائس. وفقهيا، من صلى فرضا من الفرائض في كنيسة من الكنائس من غير ضرورة فقهيا يعيد الصلاة في الوقت، إذا لم يخرج وقت الصلاة فالأولى أن تعيدها والأفضل أن تعيدها. ثانيا، من الأماكن التي يكره أو تكره الصلاة فيها هي معاطن الإبل. ومعاطن الإبل هي الأماكن التي تتجمع فيها الإبل للوقوف، أو تتجمع فيها أو تبقى فيها لشرب الماء حتى ولو أمنت النجاسة. احنا قلنا النجاسة مكروهة ولا تصح الصلاة معها، المكان النجس، لكن حتى ولو أمنت النجاسة فيكره أن تصلي في معاطن الإبل. لماذا؟ السبب هو حفاظا على صحة وسلامة المؤمن وبدنه ونفسه وروحه، لأن الإبل قد تتخبط وقد تثور وقد تدهس هذا المصلي بدون أن يعني تشعر، وبالتالي منهي عن ذلك. لذلك ورد في حديث جابر بن سمرة أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أصلي في مرابض الغنم، الأماكن التي تجتمع فيها وتبقى فيها الغنم الأغنام، قال: أصلي في مرابض الغنم؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم. قال الرجل: أصلي في مبارك الإبل؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا. كما بينا، إذن في مرابض الغنم لا خوف على الإنسان، طبعا لابد أن نتقي من النجاسة ومن الأوساخ، هذا ضروري أكيد، ولكن لا خطر على الإنسان عندما يصلي في ربما مرابض الغنم، أما في مبارك الإبل فهناك خطر على الإنسان. كذلك من الأماكن التي تكره فيها الصلاة، الصلاة قبالة محل النجس. إنسان يجعل أمامه قبلته مكان فيه نجاسة، بيت راحة، مكان تتجمع فيه النجاسات، حفرة فيها النجاسات، يجعلها أمامه ويكبر ويصلي، فهذا مكروه، كأن يقف أمام حفرة تتجمع فيها النجاسة. فالمصلي ينبغي أن يكون على أحسن الهيئات مستقبلا أحسن الجهات، لأنه يناجي ربه. كذلك من الأماكن التي تكره فيها الصلاة، الصلاة على الثلج. والصلاة على الثلج منهي عنها، وكذلك الأماكن شديدة الحرارة في مكان فيه حرارة مرتفعة، إذن هذا بسبب شدة البرودة أو شدة الحرارة المكان الذي ستقف فيه في حرارة شديدة، وبالتالي لا يحصل للمرء استقرار، ما يجبش يستقر، ما يجبش يوقف، ما يجبش إطمان، ما يجبش يخشع، إذن فبالتالي تكره الصلاة في هذه الأماكن، لابد أن تقف في مكان يمكن معه أن يحصل لك خشوع وطمأنينة وسكينة. كذلك تكره الصلاة في المقبرة، لحديث أبي مرثد الغنوي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. الصلاة إلى القبر، أي أن نصلي متوجهين إلى القبور، فهذا لا منهي عنه، أو أن نجلس على القبور،
وتعلمون الحديث الذي يقول فيه الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم: لأن يجلس أحدكم على جمرة نار، جمرة نار فتخلد إلى جلده، يعني تحرق ثيابه توصل جلده تحرق، لأن يجلس أحدكم على جمرة نار فتخلد إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر. بالتالي لا يجوز الجلوس فوق القبور أيها المؤمنون. كذلك من الأماكن التي تكره فيها الصلاة الحمام، المكان مكان الاستحمام. لماذا؟ لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، في هذا الحديث الذي يرويه الترمذي. بالتالي لماذا لا حمام؟ لأن الحمام معروف مكان يستحم فيه الناس، وبالتالي يزيلون الأوساخ والعرق، وبالتالي هناك نجاسات تكون منتشرة في الحمام، فلا تجوز الصلاة في الحمام وتكره الصلاة في الحمام. كذلك من الأماكن التي تكره فيها الصلاة وسط الطريق، في وسط الطريق وفي المجزرة وفي المزبلة. هذه ثلاثة أماكن أيها السادة تكره فيها الصلاة. بسبب ماذا؟ بسبب الخوف من النجاسة، فالطريق فيه النجاسة، فالإنسان لا يصلي على قارعة الطريق، عليه أن ينتحي مكانا بعيدا عن الطريق ويصلي. كذلك المجزرة فيها من الدماء والأوساخ والفضلات الحيوانات، وبالتالي كلها نجاسات، وبالتالي تكره الصلاة فيها. المزبلة الأماكن التي تجمع فيها المزابل والفضلات، كذلك هذه تكره الصلاة فيها. عاشرا من الأماكن التي تكره فيها الصلاة، الصلاة اتجاه حجر منفرد في الطريق. جي إنسان حجر موجود في الطريق، يعني حجارة كأنها صنم مرتفعة، صخرة مرتفعة على الأرض، يأتي الإنسان قبلتها ويصلي، فهذا تكره هذه الصلاة قبالة الحجر المنفرد في الطريق، بخلاف الحجارة الكثيرة. يعني إذا جاءت حجارة كثيرة كجبل أو ربوة أو أكوام كبيرة من الحجارة فلا شيء بذلك. لماذا؟ لأنه يعني هذه الحجارة الوحيدة أو هالعرسة كما قلنا إحنا ربما تمثل للإنسان وكأنها صنم، وبالتالي تكره الصلاة. كذلك تكره الصلاة إلى النار، قبالة النار، يعني النار أمامك وأنت تصلي، لأن هناك من البشر من يعبد النار، المجوس يعبدون النار، وهذا إذن خوفا من التشبه بهم فلا نصلي إلى النار. وكل ما كان يعبد من دون الله بحيث يكون بين المصلي وقبلته، كل شيء يعبدوه الناس في الدنيا هذه، صنم أو نار أو أي شيء آخر، فلا يصلي الإنسان قبالة هذا الشيء حتى لا يكون مدخل الشيطان يشكك في صلاتك أو يوسوس لك بأن هذا الذي أمامك هو إله أو إلى غير ذلك. كذلك من الأماكن التي تكره فيها الصلاة، الصلاة تجاه حائط أو مكان فيه تماثيل أو تصوير. احنا رأينا منذ حين أن الكنيسة تكره فيها الصلاة لأنه فيها تماثيل وفيها تصاوير وفيها نحوت وفيها نقوش. كذلك يمكن في بيتك أو بيت غيرك أو في مكان ما تصلي وتستقبل، يعني أمامك هناك صور أو تماثيل. التماثيل هذه أصبحت الكثير من الناس تزين بيوتها بالتماثيل، فتجد تمثال امرأة تحمل يعني فانوسا مصباح أو مزهرية، فهذه مزهريات، ساعة، مصباح، فانوس، إلى غير ذلك من هذه الأشياء التي يزين بها بعض الناس بيوتهم وهي تماثيل، فهذه منهي عنها. ساعة قبل الصلاة منهي استعمال في البيوت، لأن البيت الذي فيه تماثيل أو صور من هذا النوع بيت لا تدخله الملائكة أبدا، ذلك البيت الذي فيه كلب. إذن تكره الصلاة
تجاه جدارا أو حائطا فيه تماثيل أو تصاوير. كذلك يمكن بعض الستائر في البيوت، هناك ستائر نجعلها على الشبابيك أو على الأبواب أو على الجدران تكون فيها صور أو تماثيل، فهذه كذلك تكره الصلاة اتجاهها. وهذا مما ورد في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أنه كان لها ثوب فيه تصاوير ممدودة إلى سهوة. سيدة عائشة كان عندها ثوب ستارة، ستارة جعلتها على الجدار، لكن هالستارة فيها تصاوير، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إليها في البداية، ثم في يوم ما قال لها أخري عني هذه الستارة، يعني انزعها نحيها لأنه فيها تصاوير. جاء النهي لرسول الله، قالت السيدة عائشة فأخرتها، أي نزعتها وجعلتها وسائد، صنعت منها وسائد وأشياء أخرى تستعملها في حياتها اليومية. من الأماكن التي تكره فيها الصلاة، الصلاة في بيت نصراني أو الصلاة في بيت مسلم لا يتحفظ من النجاسة، تكره الصلاة في بيت النصراني. لماذا؟ لأن النصرانية لا يتحفظ من النجاسة، يدخلون على البسط وعلى الفرش بأحذيتهم والأحذية فيها النجاسة، فتكره الصلاة في هذه البيوت أو في بيت مسلم، ولكنهم لا يتوقون من النجاسة، فترى الصغار والكبار يدخلون على البسط وعلى الفرش وعلى الزرابي بالأحذية، فكيف نصلي على هذه الزرابي بعد أن يدخل عليها هؤلاء الأطفال أو الكبار؟ وحتى في بعض الأحيان الإنسان تلقاه في داره يعني هو وعيلته وأبنائه لا يعني يدوسون على الزرابي يعني بالأحذية، وفي بعض الأيام يأتي ضيف تراه يدخل إلى آخر البيت ويدوس الزرابي كلها بحذائه الملوث ربما بالنجاسات، فلا حول ولا قوة إلا بالله. كذلك تكره الصلاة على حصير أو بساط مبتذل، حصير أو بساط أو زربية أو أي فرش في البيت مبتذل، يعني قديم، يعني ممزق ملوث، يمشي عليه الصبي، يمشي عليه الخادم، لا يحتفظ من النجاسة بالنسبة للبساط هذا، فبالتالي هذا لا نصلي عليه وتكره فيه الصلاة. أخوة الإيمان، هذه الأماكن التي تكره فيها الصلاة عددناها حتى ينتقي المسلم المكان المناسب الذي يصلي فيه ويؤدي فيه صلاته حتى تكون صلاته قربة من الله سبحانه وتعالى. الآن ننتقل، لا شيء في ذلك، نعم. ننتقل الآن أخوة الإيمان إلى شروط الصلاة. الصلاة هذه لها شروط، الصلاة لتصح الصلاة وتقبل الصلاة لابد أن تتوفر فيها شروط، كأن نشترط شروطا في عون أو في خادم أو في إداري أو في مسؤول سيتولى منصبا لابد أن تتوفر فيه شروط. كذلك الصلاة كي تصح وتقبل لابد أن تتوفر فيها شروط. وشروط الصلاة أيها السادة نوعان، شروط وجوب وشروط صحة. هناك شروط تسمى شروط صحة، أي لا تصح الصلاة إلا بها، وشروط وجوب لا تجب الصلاة إلا بها. فشخص ما ليست الصلاة واجبة عليه، إذا توفر شرط نقول له الآن أصبحت الصلاة واجبة عليه. كذلك إنسان مطالب بالصلاة تجب عليه، ولكن هناك شروط صحة يجب أن تتوفر حتى تقبل الصلاة. ونفصل هذه الشروط إلى شروط الوجوب وشروط الصحة، ونبدأ بشروط الوجوب. شروط الوجوب هي التي لا تجب الصلاة بدونها، يعني الصلاة ما تولي واجبة عليك إلا إذا توفر فيك الشرط هذا، يعني لم تكن الصلاة واجبة عليك، أنت ما كنتش مطالب بالصلاة، ربي ما كانش يطالبك، كالصغير ليس مطالبا بالصلاة، لم تكن مطالبا بالصلاة
ولم تكن مكلفا. الآن أيها الصغير، أيها الإنسان، توفر فيك شرط فأصبحت الآن الصلاة واجبة عليك. سوف نرى هذه الشروط، شروط الوجوب. شروط الصحة هي التي لا تصح الصلاة إلا بها ولا تصح بدونها. اللهم ارزقنا غيثا نافعا مباركا عميما، اللهم اجعله صيبا نافعا، اللهم اجعله سبب رحمة، اللهم لا تجعله سبب عذاب، برحمتك يا عزيز يا وهاب. شروط الصحة، شروط صحة الصلاة، لا تصح الصلاة إلا بدونها. فأنت مطالب بالصلاة والصلاة واجبة عليك منذ سنوات، لكنك اليوم مش تصلي، لابد أن تتوفر شروط حتى تصح الصلاة. إذن فلابد أن نحقق شروط الصحة. ربي يرحمنا، وربي يجعله غيث نافع، وربي إن شاء الله يجعله سبب رحمة ولا يجعله سبب عذاب إن شاء الله. نبدأ بتحليل شروط الوجوب، الشروط التي تجب بها الصلاة. شروط الوجوب أيها السادة كثيرة، نبدأ بأولها. الشرط الأول وهو البلوغ. تعلمون جميعا أن الصلاة لا تجب قبل البلوغ، فالصبي لا تجب عليه الصلاة حتى يبلغ. قال صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاث، عن المجنون والمغلوب على عقله، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم. وبالتالي الصبي قبل الاحتلام، قبل البلوغ، قبل أن تتوفر شروط البلوغ، الصلاة ليست واجبة عليه. نحن نعلمه، ندربه على الصلاة منذ 7 سنوات، كما قال الحبيب محمد: دربوهم عنها ل7 واضربوهم عنها ل10. والضرب هنا ليس ضربا مبرحا أو موجعا أو مؤلما أو خطيرا، إنما إخافة، يخيفهم حتى يتمسكوا بصلاتهم. وبالتالي من وصل إلى البلوغ نقول له: البلوغ هذا شرط وجوب، اليوم أصبحت الصلاة فرضا عليك، لا يجوز أن تفرط في صلاة منها أو في ركعة منها. بما أن البلوغ هو علامة، هو شرط وجوب، فما هي علامة البلوغ؟ تعرضوا لها بعجالة. أقول: متى يبلغ الصبي الذكر، أو متى تبلغ البنت الصبية؟ أقول: علامة البلوغ بالنسبة للفتاة، الفتاة البنت عندها علامة واحدة للبلوغ، لابد أن تتوفر هذه العلامة، وهي أن يداهمها دم الحيض. فالبنت لا تطالب بالصلاة ولا بالصيام إلا إذا داهمها دم الحيض، فلا يعتد بأي شيء آخر، لا بشعر ولا بظهور ثدين ولا أي شيء، لابد أن يداهمها دم الحيض أو الحمل أو أن تحمل. فبالتالي هذه علامة الوحيدة لبلوغ الفتاة. أما بالنسبة للصبي الولد الذكر، فهناك يكون بلوغه بواحدة من 3، يبلغ أو يدخل في البلوغ إذا توفرت علامة من 3. العلامة الأولى الشعر، والمراد به الشعر الخشن لا الزغب، ويكون ذلك الشعر على الشارب أو في الوجه أو تحت الإبطين أو في العانة، ويعتد بشعر العانة أكثر، لأن شعر الإبط واللحية والشارب قد يتأخر بعد البلوغ. فبالتالي إذا ظهر الشعر الخشن الأسود الخشن على العانة، نقول له: إنك قد أصبحت بالغا ومطالب بالصيام والصلاة. إذا لم تظهر هذه العلامة عند الذكر، ننتظر علامة ثانية وهي الاحتلام، أن يحتلم، وهو أن يخرج المني في النوم أو في اليقظة. فإذا لم يتوفر الشعر وتوفر الاحتلام، أصبحت الصلاة واجبة والصوم واجب، وقد دخل سن البلوغ. إذا لم يظهر الشعر ولم يحتلم، نقول له: عندما تبلغ 18 سنة
نقول لك الآن أصبحت بالغا، عليك أن تصوم وعليك أن تصلي. فالذكر واحدة من ثلاثة، أما البنت فلها علامة واحدة للبلوغ. هذا الشرط الأول من شروط الوجوب وهو البلوغ. الشرط الثاني من شروط الوجوب لتجب الصلاة هو العقل، توفر العقل، لأن فاقد العقل ليس مطالبا بالصلاة ولا بالصيام ولا بالزكاة ولا بالحج ولا بأي عبادة أخرى، هو غير مكلف. فإذا غاب العقل سقط التكليف. فالعقل إذن هو شرط وجوب، فلا تجب الصلاة إذن على المجنون والمغمى عليه، إنسان في حالة إغماء في غيبوبة لمدة يوم يومين أسبوع شهر عام، ففي تلك الفترة الصلاة ليست واجبة عليه لأنه فاقد للعقل، إلا إذا أفاق قبل خروجه، أغمي عليه وقبل أن يخرج الوقت الصلاة أفاق، يقول له الآن عاد إليك عقلك، توضأ وصلي صلاة. لا قضاء على من فاتته الصلاة بسبب فقد عقله إذا أفاق بعد خروج الصلاة. إنسان دخل في غيبوبة قعد ثلاثة شهور، قام بعد ثلاثة شهور، يسمح له أو يتجاوز عنه في صلاة الثلاث أشهر، فلا تجب عليه لأنه في الفترة هذيك كان فاقد العقل وبالتالي غير مطالب بالصلاة. الشرط الثالث من شروط الوجوب بعد البلوغ وبعد العقل دخول الوقت، فتجب الصلاة عندما يحل وقتها، عندما يدخل وقتها، ولا تجب الصلاة قبل دخول الوقت إجماعا، ولا تصح ممن صلاها، يعني قبل أذان الظهر لا تصح صلاة الظهر، لو كان صليها باطلة ولست مطالبا ولا تجب، ما دام الظهر ما أذنش أنا ليس واجبا علي أن أصلي ظهرا، وبالتالي دخول الوقت هو شرط وجوب، فلا تجب الصلاة إلا بعد دخول الوقت. الشرط الرابع من شروط الوجوب وهو انقطاع دم الحيض والنفاس. المرأة عندما يداهمها الحيض أو النفاس تتوقف عن الصلاة وتنقطع عن الصلاة، وبالتالي في الفترة هذه لا تصلي المرأة، وبالتالي ليست الصلاة واجبة عليها في هذه الفترة. فإذا انقطع دم الحيض أو دم النفاس نقول لها الآن أصبحت الصلاة من جديد واجبة عليك فتصلينا يعني الأيام، وما فاتها لا تصليه ولا تعيده في فترة الحيض أو النفاس، فلا تجب الصلاة في فترة الحيض والنفاس. فإذا تم وجبت الصلاة على المرأة، وذلك لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة بنت حبيش دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. سيدي النبي يامر هالمرأة هذه باش تدع الصلاة، تتوقف عن الصلاة، لا تؤدي الصلاة في فترة الحيض بتاعها. قال ثم لم ينتهي الحيض اغتسلي وصلي. ولذلك لا يجب على المرأة قضاء ما فاتها من الصلوات وهي حائض، وذلك لقول عائشة رضي الله عنها قالت كان يصيبنا ذلك أي الحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. المرأة في فترة حيضها تتوقف عن الصلاة والصيام، فإذا انتهى لا تعيد الصلاة في تلك الأيام التي حاضت فيها، ولكن إذا كانت في رمضان الأيام التي أفطرتها عليها أن تعيدها بعد رمضان. هنا أخوة الإيمان، بما أننا نتكلم على شروط الوجوب فهناك مسؤولية، وهي مسؤولية رب البيت، رب البيت الأب
رب الأسرة له ويتحمل مسؤولية في تعليم أبنائه وزوجته وبناته هذه العلوم، ولا عذر له أمام الله إن تقاعس في تعليمهم. فعلى الآباء والأمهات أن يأمروا أولادهم بالصلاة ويؤدبوهم عليها ويحسنوا تربيتهم ويعلموهم أحكام الصلاة وأحكام الطهارة ويضربوهم على تركها ضربا غير مبرح، أي ضرب غير مؤلم وضرب لا يدني. هذا إذا بلغوا 10 سنين دربوهم عنها لسبع واضربوهم عنها لعشرة. كذلك الأب والأم مطالبون، وخاصة الأب، الأبناء مطالب أن يأمرهم بحضور الصلاة في الجماعة، يعني يخرج وعليه أن يأمر أبنائه بالخروج معه لصلاة الجماعة، وكذلك عليه أن يأمرهم بالمحافظة على السنن وعلى الوظائف الدينية مثل صلاة الوتر وصلاة العيدين والسواك وغيرها وصلاة الضحى. كذلك الآباء عليهم أن يعرفوا أبنائهم تحريم المحرمات، يعلمون هذا حرام هذا حلال، الأحكام الشرعية كالخمر والزنا واللواط والغيبة والنميمة والكذب. وبذلك إذا فعل الآباء هذا نشأ الأبناء على الفضيلة وعلى كريم الأخلاق وأداء الواجبات وترك المحرمات، يكونوا أبناء مستقيمين بإذن الله تعالى. أمر آخر فيما يتعلق بمسؤولية رب الأسرة، يقول رب الأسرة الأب والأم في نفس الوقت، لا ننسى ضرورة التفريق بينهم في المضاجع، ومعناه عدم التصاق أجسادهم في النوم من غير حائل، لأن هذه السن سن 10 سنوات أو أكثر هي سن بداية استيقاظ الشهوة عند الصبي عند الطفل أو الطفلة، فربما أدى التصاقهم إلى الفساد. ولذلك دربوهم عنها لسبع واضربوهم عنها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع، ما ياخذوش فرد فرش فرد سرير، ما يتغطوش بنفس الغطاء، كل واحد وفرشه كل واحد وسريره. هذه إخوة الإيمان شروط الوجوب كما رأيناها. الآن بعد شروط الوجوب اللي عددناها وهي البلوغ، ورينا علامة البلوغ، العقل، حضور العقل شرط من شروط الوجوب، دخول الوقت شرط من شروط الوجوب، انقطاع دم الحيض والنفاس شرط من شروط الوجوب، مسؤولية رب البيت في تعليم الأبناء والأطفال، كل هذه الأمور هذه علينا أن ندرك كل هذا. الآن بعد شروط الوجوب، احنا ما قلنا عندنا شروط وجوب وشروط صحة، ننتقل إلى شروط الصحة. فما هي شروط الصحة؟ أولا من شروط الصحة طهارة الحدث، لتصح الصلاة أنت الصلاة واجبة عليك، كلنا الصلاة واجبة علينا لا نقاش في ذلك الآن، لكن هل تصح الصلاة مني أو لا تصح؟ لتصح الصلاة يجب توفير الشرط الأول وهو طهارة الحدث، أي الغسل والوضوء أو التيمم. طهارة الحدث أي أنك تتطهر من الجنابة بالغسل، أو المرأة تتطهر من دم الحيض أو النفاس، أو أنك تتوضأ أو تتيمم. فلا تصح صلاة بدون طهارة حدث، حتى واحد ما تقبل من الصلاة إذا كانوا على جنابة، إذا كان المرأة عندها دم الحيض والنفاس، إذا كانك مكش متوضي باهي على طهارة كبرى لكنك ما توضيتش، إنسان ما توضاش ويجي يصلي، فإن صلى فصلاته مرفوضة باطلة لا تصح. وبالتالي طهارة الحدث شرط صحة، فكلنا واجب علينا الصلاة، لكن علينا أن نوفر شرط الصحة وهو الاغتسال أو الوضوء والتيمم. ثانيا من شروط الصحة طهارة الخبث، وطهارة الخبث هي إزالة النجاسة من البدن
والثوب والمكان. طهارة الخبث، الحدث يعني تتوضأ ولا تغتسل. الخبث تنحي النجاسة، إن كانت هناك نجاسة في بدنك أو في ثوبك أو في مكان صلاتك عليك أن تزيلها، فهذا شرط لتصح الصلاة، فإذا لم تفعل ذلك لم تصح صلاتك وصلاتك باطلة. كذلك من شروط الصحة ستر العورة، أن يستر الإنسان عورته. والأصل في الشيء، الأصل في اللغة العربية، في اللغة العربية العورة هي الخلل والعيب، يتعرض منه الشيء إلى الفساد. مثلا الخلل في البيت، نقول في البيت عورة، في هذا الجدار عورة، أي في هذا الجدار خلل، ثقب مثلا، مثلا. لذلك يقول تعالى في كتابه العزيز متحدثا عن اليهود، يقولون إن بيوتنا عورة، وما هي بعورة؟ يعني بيوتنا مكشوفة، بيوتنا غير مستورة. وبالتالي العورة في اللغة العربية هي العيب. أما العورة في الاصطلاح الفقهي وعند الإنسان فهي كل ما يستره الإنسان عن غيره استنكافا وحياء كالسوءتين. العورة هي التي ما يشرخش عليك باش تظهرها قدام العباد، ومن ذلك السوءتان القبل والدبر، أو باقي الجسد جزء من الجسد سواء للمرأة أو للرجل، إذن هو عورة. وبما أننا تكلمنا عن العورة خلينا نحدد العورة باش الإنسان يعرف، لأنه مدام ستر العورة هو شرط لتصح صلاتي، فيزني نعرف أنا حدود العورة عند الرجل وحدود العورة عند المرأة حتى تصح صلاة الرجل أو المرأة. العورة أيها السادة نوعان، عورة مغلظة وعورة مخففة. العورة المغلظة إذا كشفت تبطل الصلاة، العورة المخففة إذا كشفت لا تبطل الصلاة ولكن تعاد ندبا مندوبا بتعودها. فمن انكشفت عورته وهو في الصلاة بطلت صلاته حتى لو كان في مكان مظلم، قال أنا أصلي في بيت مظلمة ما شافني أحد، يقولون لك إذا انكشفت العورة المغلظة بطلت الصلاة، لأن ستر العورة واجب لذاته في الصلاة مروءة واستحياء مع الله وحياء مع الله، والله أحق أن يستحيى منه، فالحياء مع الله قبل الحياء مع الناس. فما هي عورة الرجل المغلظة؟ وما هي عورة الرجل المخففة؟ وما هي عورة المرأة المغلظة؟ وما هي عورة المرأة المخففة؟ بالنسبة للرجل خياني، العورة المغلظة هي السوءتان فقط، السوءتان القبل والدبر، هما يسميان العورة المغلظة عند الرجل. فمن صلى وقد كشفت سوءته قبوله مثلا بطلت صلاته، إذ وعودها. أما العورة المخففة عند الرجل فهي ما بين السرة والركبة، العورة المخففة من السرة إلى الركبة، هذه عورة مخففة. فمن صلى مثلا في ثوب يستر ما بين السرة والركبة فصلاته صحيحة، سترى بخطة قماش من السرة إلى الركبة، الباقي الجزء العلوي يعني مكشوف ومن الركبة إلى الأسفل مكشوف، صلاة صحيحة ولا باطلة؟ صلاة صحيحة، لكن هذه الصلاة ليس فيها أدب مع الله، فالأولى أن يلبس شيئا أدبا وحياء مع الله. صلاة في خلعة صلاة صحيحة، بدون خلعة صلاة صحيحة ولكن ليس فيه حياء مع الله. نعم، الأفضل أن تلبس شيئا يستر بدنك، فالله جميل يحب أن يراك في أحسن صورة، أن يراك جميلا، أن يراك في أبهى صورة، أن يرى أثر نعمته عليك، أن تقف بين يدي الله وأنت في أحسن صورة.
إذن الرجل عورته المغلظة القبل والدبر، عورته المخففة من السرة إلى الركبة. فلو مثلا كشف جزء من السور من العورة المخففة وهو في الصلاة لا تبطل الصلاة، ليست الصلاة باطلة، الصلاة صحيحة، لكن مندوب أن يعودها إذا الوقت مخرج. طبعا ما دام مندوب أفضل، فمكروه أن يصلي كذلك، تكره كذلك. نعم. بالنسبة للمرأة، المرأة عورتها المغلظة، العورة المغلظة للمرأة التي لا يجوز أن تكشف هي كامل بدنها، بدنها كامل ما عدا الكفين والوجه، الكفان هذا وهذا والوجه، هذوما هماش عورة مغلظة، عورة مخففة، بقية الجسد كله عورة مغلظة. العورة المخففة هي الوجه والكفان، ويطلب ستر القدمين وألا يكون الثوب قصيرا. حتى في الصلاة المرأة تستر قدميها بثياب طويلة أو بالجوارب، هذا المطلوب بالنسبة للمرأة، لأن عورتها المخففة هي الوجه والكفان فقط. ولذلك المرأة في الحج في موسم الحج تحرم، وإحرامها في كشف الوجه والكفين، فلا تلبس القفازين ولا تلبس النقاب في الحج، هذا كإحرامها. روت السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حجرتي جارية، جارية معناتها بنية صغيرة، بنية، فألقى لي حقوة، حقوة، الحقوة هي الإزار، إزار عن سيد النبي، وقال لي: شقيه بشقين، أقص على نصفين، فأعطي هذه نصفا والفتاة التي عند أم سلمة نصفا واحدة أخرى، فإني لا أراها إلا قد حاضت، أو لا أراهما إلا قد حاضتا، يعني حاضت يعني بلغت، وما دام بلغت إذا ما تستر كامل بدلها ما عدا الوجه والكفين، أي أن تلبس اللباس الشرعية. وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، خمار، لنعرف احنا اليوم الحجاب، أن تكون المرأة متحجبة ساترة لكامل بدنها، لا يظهر من بدنها إلا الوجه والكفان. كما يجب ستر العورة المغلظة بساتر كثيف لا يشف عما تحته، لأن الرقيق الذي يرى من خلاله ما تحته فوجوده كالعدم. زاد الثياب مواصفات الثياب الإسلامية أن لا يصف، ما يكونش ملتصق بالبدن ريح حتى يصف المفاتن، ولا يكون شفاف حتى يظهر المفاتن، ولا يكون جذابا كثيرا خاصة بالنسبة للمرأة فيشغل غيرها أو يلفت الأنظار إليها. وتكره الصلاة في الثوب الذي يحدد العورة كالسراويل والثياب الضيقة. ربي يديركنا برحمته، ثاني ولينا كنا توا في السراويل الضيقة، ربي يديركنا برحمته إن شاء الله، وربي يصح الحال، ربي يصحنا إن شاء الله. ولذلك الإمام هو أولى من غيره، مطالب أن يلبس لباسا فضفاضا يستر كامل بدنه، يعني كالبرنس أو الجبة إلى غير ذلك. الشرط الرابع من شروط صحة الصلاة وهو استقبال القبلة. فمن شروط صحة الصلاة الاتجاه إلى جهة الكعبة عند افتتاح الصلاة لمن كان قادرا على ذلك. قال تعالى: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره. إذن فلا تصح الصلاة لمن صلى مستقبلا جهة الغرب أو الشمال أو الجنوب، فلا بد أن نتوجه إلى جهة القبلة، إلى جهة الكعبة، إلى جهة بيت الله. ابقى العاجز عن استقبال القبلة كالمريض والمربوط والخائف والذي في وسيلة نقل لا يستطيع معها أن يتوجه إلى القبلة، فهذا يصلي
فأينما تولوا ثم وجه الله. ففي الطائرة مثلا نصلي رغم أن الطائرة لا ندري ولا نعلم هل هي متجهة إلى القبلة أو إلى أي جهة أخرى، وضع قيامي، فبالتالي تجوز الصلاة في هذه الحالات ولهذه الضرورات. من نسي استقبال القبلة وصلى إلى غيرها، إنسان نسى القبلة ادخل باش يصلي غلط، عاود يصلي القبلة صلى الجهة هذه أو في مكان لا يعرفه من قبل، مشى للدار يحسب اجتهد قال القبلة لهنا طلع ما هيش قبلة. فمن صلى لم يستقبل القبلة ونسي استقبال القبلة أو اجتهد ولكنه لم يتوصل إلى القبلة الصحيحة، هذا نقول له عليه أن يعيد صلاته ندبا، مندوب مستحب أن يعاود صلاته، مندوب خاصة إذا الوقت مخرج. أما من اجتهد وبذل وسعه في تحرر القبلة واعتقد أنه صلى إلى القبلة ثم تبين له خلاف ذلك بعد أداء الصلاة صحت صلاته وندب له الإعادة في الوقت، أما إذا خرج الوقت فلا إعادة. روى جابر بن عبد الله قال صلينا ليلة في غيم، سيدنا جابر يقول صلينا في ليلة غيم، ليلة ظلماء، صحاب مطر كما الليلة هذه المباركة أو المطر الغيم النافع الحمد لله، قال صلينا وخفيت علينا القبلة، اجتهدنا فلم نعرف القبلة وعلمنا علما، يعني اجتهدنا قلنا القبلة لهنا وصلوا، فلما انصرفنا نظرنا فإذا نحن قد صلينا إلى غير القبلة. بعد ما أدوا الصلاة فطنوا لهما أو جاش قلب أو ظهرت علامة الدل اللي صلوا على الجهة دي ما يش قبلة، قال فقد صلينا إلى غير القبلة، فذكرنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قد أحسنتم ولم يأمرنا أن نعيد، يعني أنتم اجتهدتوا صليتوا تبين بعد أنكم، معنى رغم اجتهادكم ورغم محاولتكم أنكم صليتوا القبلة، فسيدي النبي ما طلبش منهم أن يعيدوا. إذا أخوة الإيمان هذه هي شروط صحة الصلاة كما رأيناها وعدناها، طهارة الحدث، طهارة الكبرى والصغرى، طهارة الخبث، طهارة يعني الثوب والمكان والجسد، ستر العورة، ورينا أنواع العورة التي يجب أن نسترها، استقبال القبلة. الآن ننتقل إلى مبحث آخر وهو مبحث فرائض الصلاة. الصلاة هذه مش نصليها، عندها فرائض وعندها سنن وعندها مستحبات، فعلي أن أتعلم فرائض الصلاة حتى تكون صلاتي صحيحة وتقبل. بداية، لكن قبل ذلك بداية أخوة الإيمان، بداية يجب أن نعلم أولا أن الصلاة تشتمل على فرائض وسنن ومندوبات. ثانيا من صلى الصلاة على الهيئة المطلوبة صحت صلاته ولو لم يعرف الفرض من السنة، يعني قال أنا مرأة أمية أو رجل أمي لا يعرف ما معنى فرض ولا ما معنى سنة ولكنه يصلي الصلاة صحيحة بشروطها فرائضها سننها لأنه تعلمها نقلا عن أبيه عن أمه، فبالتالي هذا تصح صلاته رغم جهله بالفرائض وبالسنن لم يتعلمها، فهذا تصح صلاته. صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال صلوا كما رأيتموني أصلي، وبالتالي الصحابة صلوا وتعلموا الصلاة إذن نقلوها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك تعلموا الفرائض والسنن والمستحبات والمكروهات والمندوبات إلى غير ذلك. ولكننا نقول يجب أن نتعلم الفرائض والسنن وغيرها حتى نتمكن من تصحيح الخلل الذي يقع في الصلاة. متى إن شاء الله جايتنا الدروس المقبلة مش نوصل إن شاء الله إلى كيفية ترقيع الصلاة عند الخطأ، إنسان أخطأ في صلاته، برشا ناس يغلط
يترك هذه الصلاة ويخرج منها ويسيبها ويقول يمشي نعمل صلاة جديدة، فهذا ليس من الدين وليس من الفقه وليس من السنة. لذلك علي أن أعلم الفرائض وعلي أن أتعلم السنن وكل ما يتعلق بالصلاة، حتى إذا ما أخطأت في يوم ما نعرف روحي أنا تركت فرض من الفرائض، أنا تركت ركوع، أنا تركت قراءة الفاتحة، أنا تركت سجدة، إيش مش نعمل؟ لازم يكون نتعلم الأحكام هذه بداية. مش نعطيكم تعريفها كإجمالي. إحنا الصلاة متاعنا لو خياني إيش فيها الصلاة هي؟ وكان نسأل سؤال ونقول أنت كتقوم تصلي أي صلاة؟ شنية الصلاة؟ فيها شيئان، الصلاة فيها شيئان، فيها حركات وأقوال، هذه الصلاة. حركات نقف نركع نرفع نسجد نجلس، نحرك الأصبع للتشهد، نحرك اليدين في تكبير الإحرام، نقرأ القرآن فنحرك اللسان، نقول أقوال. إيش هي الأقوال؟ الله أكبر، سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، نقرأ القرآن، فاتحة، سورة. فبالتالي بصفة إجمالية الصلاة هي شيئان، هي أقوال وأفعال. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين، اللهم لك الحمد على ما أنعمت به علينا من هذا الغيث النافع المبارك العميم. اللهم اجعله غيثا نافعا مباركا عميما، اللهم اجعله صيبا نافعا، اللهم اجعله سبب رحمة، اللهم لا تجعله سبب عذاب. اللهم ارزقنا الغيث النافع المبارك العميم ولا تجعلنا من القانطين. اللهم زدنا من هذا الغيث النافع المبارك العميم ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم افعل بنا وبهم عاجلا وآجلا في الدين والدنيا والآخرة ما أنت له أهل، ولا تفعل بنا يا مولانا ما نحن له أهل، إنك غفور حليم جواد كريم رؤوف رحيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. ربنا اجعلنا لك شكارين، لك ذكارين، لك رهابين، لك مخبتين، إليك أواهين، إليك منيبين. ربي تقبل توبتنا، اغسل حوبتنا، أجب دعوتنا، ثبت حجتنا، اهدي قلوبنا، سدد ألسنتنا، اسلل سخيمة صدورنا. يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين، وصل اللهم وسلم وبارك وزد على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين،